رأى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن الجلوس إلى طاولة الحوار واللجوء إلى الخطاب السياسي البناء هو الطريقة الفضلى في ظل ما يمر به لبنان والمنطقة للتفاهم على حل المشكلات القائمة. سليمان وخلال استقباله وفدا من لقاء الأحزاب أشار إلى أن الموضوع الحكومي خاض بدوره للحوار والتفاهم على التغيير نحو الأفضل، لافتا إلى أهمية معالجة الوضع الاقتصادي بما يساهم في تنشيط الحركة ويساعد الدولة على تكريس الاستقرار على هذا الصعيد بعد النجاح في ضبط الوضع الأمني. وفي بعبدة سفيرة سويسرا روث بلينت التي نقلت دعم خارجية الاتحاد السويسري الكامل للبنان في ظل هذه الظروف.